نرحب بالسيد حاكم العلاونة، مساعد متصرف لواء الكورة ورئيس لجنة بلدية برقش. أهلا وسهلا بك معنا وصباح الخير. يعني العديد من سكان المنطقة كانوا يأملون بأن يكون وادي الريان وجهة سياحية رئيسية داخلية وخارجية أيضا، وهي مطالبات ليست بجديدة. في حال استثمار هذه المنطقة سياحيا بالوجه الأمثل وتوفير الخدمات المطلوبة من الجهات الرسمية لبنية تحتية جيدة لمكان جميل وعليه إقبال كوادي الريان، برأيك ما الذي يحول دون حصول هذا الاهتمام وإعادة تأهيل هذه المنطقة؟ صباح الخير، أولا تحياتي ستي. أهلا بك. بالنسبة لوادي الريان، يعني هو مجرى سيل يمتد ل 2800 متر عبر شارع إفرازي قديم، تم ترسيمه على أرض الواقع بسعة لا تتجاوز 6 متر، في يعني في أبعض مناطق تكون أضيق توصل إلى مترين ونص. الوادي مكون من 650 دنم أراضي مملوكة للمواطنين، تحيط بالشارع اللي بخدم الزوار من الجهتين. طبعا منطقة وادي الريان زي ما حكيت هي منطقة جميلة وحلوة ومرتبة وفيها سيل مي بينبع من أراضي عرجان. بالنسبة لتأهيل المنطقة، يعني أنا بالوقت الحالي بقول إنه يعني من الصعوبة أن التعامل مع تأهيل المنطقة بسبب إنه الطريق ضيق، وإذا بدنا نشتغل على الطريق توسعته بحاجة لاستملاكات لأنه بخص أراضي المواطنين. نعم. وأراضي المواطنين. سيد حاكم، نعم، فكرة إعادة تأهيل المنطقة كاملة، الاهتمام بهذه المنطقة التي هي عليها إقبال في الأصل واهتمام أهاليها فيها أيضا، لا ينحصر فقط بإعادة تأهيل الطريق، هنالك مهام أخرى تتجسد في رعاية المنطقة وحمايتها من النفايات، إيجاد آلية لحماية هذه المنطقة من النفايات، أيضا الاهتمام بعمل مشاريع لخدمة المنطقة، مشاريع خدماتية لخدمة السياح وكل من يرتاد هذه المنطقة. لا ينحصر الموضوع فقط بإعادة تأهيل الطريق، وحتى لو تحدثنا عن إعادة تأهيل الطريق، أليس من آلية تتواصل فيها الحكومة مع المواطنين مع أهالي هذه المنطقة حتى يعاد تأهيل الطريق بدون التعدي على الأراضي على جانبي الطريق؟ أنا ليش حكيت عن الطريق من البداية؟ لأنه الطريق مثلك ساعتها محدودة، يعني حتى الآليات إذا دخلت، آليات البلدية إذا بتدخل للمنطقة ممكن تعلق هناك من ساعات يلا تتحرك. إحنا بال يعني بأيام لما ما تكونش فيها ذروة زوار بنودي إحنا الآليات، بنودي عمال. احنا قبل فترة 4 أشهر بداية الصيف عملنا حملة ودينا 500 عامل وكل الآليات وحجزنا الطريق ونظفنا مجرى الوادي، لكن احنا صدمنا ببعض أصحاب الأراضي بيقول لك يا عمي لا تدخل عندي، أنا جرافة، لا توسع، لا تنظف، لا تسوي، لا تحط، أنا حر. يعني احنا بنعاني من ضيق المنطقة، ما بنقدر لأنه لا فيها كهرباء ولا استراحات مرخصة، هي أراضي مملوكة للمواطنين، عاملين عرايش بها وبوفروا جلسات للزوار للعائلات فقط، كرسي وكراسي وطاولات جنب المي، وببيعوهم شغلات بسيطة. احنا بفترة من الفترات وزعنا عليهم أكياس نفايات إنه يا عمي حطينا لكم، حتى حاويات ما بنقدر نحطه بسعة الطريق لأنه بتسكر الطريق. احنا اهلنا المنطقه من الخارج، الشارع الرئيسي وسعنا، عملنا يعني شبه باركنج للسيارات على اساس انه الزوار يفوتوا مشي على الاقدام اذا في امكانيه. بس احنا بنواجه يعني دائما بوقت الذروه كل السيارات، كل واحد بده يصف سيارته على المكان اللي بقعد به، وشوفي كيف بيكون الوضع الان. يعني تصورك لما يكون فيه يعني سيد حاكم 10,000 سائر. نعم، مع تقدير جهودكم نتمنى أن تضاعف هذه الجهود وأن دائما نجد آلية أفضل وعملية أكبر وترضي يعني بشكل أو بآخر جميع الأطراف. تفضل. في ملاحظة، في قبل 5-6 أشهر
احنا كمتصرفيه برئاسه عطبه المتصرف وانا بحضوري كرئيس بلديه شكلنا لجنه بحضور مدير بيئه اربد، مدير اثار اربد، مدير السياحه، زراعه الكوره، اثار الكوره وجميع المعنيين والكهرباء والاشغال. كشفنا على المنطقه وكتبنا توصيات رفعناها لمعالي وزير الداخليه مشان مخاطبه الوزارات المهنيه كل واحد ضمن اختصاصه مشان تاهيل المنطقه. ما ابرز ما تضمنتها هذه التوصيات سيد حاكم؟ التوصيات اللي هي الطريق، اناره الطريق، تزويد الكهرباء، مركز زوار، كان الحديث موجود عن مركز زوار على قطعه ارض بدايه الطريق تعود لوزاره الاثار عند طاحونة عودة على اساس انه تخدم المنطقه وتقدم خدمات. بس يعني كمنطقه سياحيه احنا ما بنقدر نتحكم بها كاراضي مملوكه. نعم. ما بنقدر نرجو ان ترى النور هذه الملاحظات والتوصيات وان نراها مترجمه على ارض الواقع. اشكرك جزيل الشكر السيد حاكم العلاونه مساعد متصرف لواء الكره ورئيس لجنه بلديات برقش، نتمنى لك يوما جميلا.